الوظلاء وعم الخوف والجوع وخارت قوى الإيمان والزهد فظلم الضعيف واغتصب الآمن وأحل الحرام في كل تلك القرى تشردمت الأعراب وبارت العادات وزاد الغي غيا فالسرقة والظلم لم يكون أكبر خطيئة للجهل والخوف ليس بعد الظلمة إلا النور وليس لأرض شرفها الله بخاتم رسله إلا أن تطهر وتبارك وإن الله سبحانه وتعالى